أن ربما هذا النجاح الذي تحقق المغرب سيدفعه إلى معاودة الحلم القديم، طلب تنظيم نهائية كأس العالم. واش في لقاءاتك مع السي جوزيف بلاتير لم تتطرح هذه الإمكانية أن المغرب يمكن أن يتقدم سنة 2026 مثلا بطلب تنظيم كأس العالم للمنتخبات؟ هو الأخ بدر الدين، أولا ما يمكن لناش نطرح السؤال مع السي بلاتير مباشرة، لأن الأوان الوقت مازال ما قالش الأوان، نحن نقترب، ولكن غير اللقاءات المتعددة مع السي بلاتير يعني وفي ظروف أقول صعبة جدا. السي بلاتير في اللقاء الأخير ما ننساوش بأن بلاتير اليوم في حملة انتخابية، صحيح، وهو في الخط النهائي، هي في حد ذاتها بطبيعة الحال حضور المغرب على مستوى تنظيم التظاهرات العالمية دائما كان حاضر في النقاش. اللي مؤكد اليوم هو أن علاقتنا مع السي بلاتير ومع الفيفا متميزة. العودة وضرورة كيف ما قلت وبدأ العمل وبشكل إيجابي جدا مع الكاف، الإخوان في الاتحاد الأسيوي، ما مشينا للاتحاد العربي، وفي زيارات متكررة للإخوان في الاتحاد الأسيوي، قمنا بمجموعة نتاع الاتصالات. أنا أظن بأننا بصدد تهيئ الظروف وتهيئ يعني واحد الجو يعطينا رؤية واضحة مستقبلية على الإمكانية، وفي الوقت المناسب سنتخذ وستتخذ المملكة المغربية القرار المناسب.